إذن لم يكتفي الطيران الحربي باستهداف مخرات الدفاع المدني والمشافي الميدانية المتواجدة في مدينة حلب، بل قام بأكثر من ذلك، قام باستهداف محطة المياه المتواجدة في مدينة حلب والتي تغطي مدينة حلب بالمياه. استهداف مشفى بيوتي من قبل الطيران الحربي يكثر من غارتين اليوم، ومن الظهر أمس أيضا كمان استهدف، مما أدى إلى إصابة المراجعين وحرق سيارات الإسعاف وأجزاء من المشفى. Thank you.
من الله روسيا وإيران وحزب الشيطان. والله العظيم حرام، جماعة مدنية مو حرام. أبرياء باكين ببيوتنا، وين نروح؟ وين نروح؟ وين نروح؟ بدي جوالات مزاري. خي ما بتعرف أحكي، قتل لي ابني الله يقتله. والله العظيم هذا حالي هاي. الله ينعلك يا بشار الأسد، الله لا يوفقك ابن الحرام نهار الجمعة. الله يتهم منك، الله يتهم منك، الله يتهم منك. الله لا يوفقك، لك الله لا يوفقك، لك ابنك، لك الله يتهم منك يا ابن الحرام. الله يتهم منك يا 16 كلب. الله لا يوفقك يا ابن الحرام. ايش في هون؟ ايش في هون؟ نسوان وحريم يا شباب. ايش في هون؟ الله يتهم منك. شيل الحجارة، شيل يا شيل يا سلام.
اخوتك وين النجاح؟ اخوتك وين؟ يلا يلا اصحابنا كانوا هون نايمين، هون كلكم نايمين، كلكم هون بالغرفه. في على الغرفه يلا يا شباب صلونا صلونا صغير. وين امك بيتك يا تمام؟ هون هون بتاخذه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عادوا يا شباب اكيد تطلع لكم كمان. عادوا عادوا يلا 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 يلا